بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة، استعراض جديد لجهاز جديد من الأجهزة الخاصة بالمكفوفين، مع كل جديد مع مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر. طبعا نتكلم عن جهاز هو عبارة عن هالجهاز اللي أمامكم، وهو عبارة عن مستطيل تقريبا، زين، مكان للبطارية، البطارية اللي هي المربعة 9 فولت أعتقد يسمونها. المهم نضغط على البطارية، ندخلها الآن بهذا الشكل، ثم نسكر الكفر مال البطارية ونبدأ نستخدم الجهاز. أوكي، استخدام الجهاز كالتالي: في جهاز هنا، في زرار في أسفل الجهاز للريست الخاص بالجهاز، يعني إعادة تعيين الإعدادات الخاصة بالجهاز، أو إعادة يعني إذا علق معاك الجهاز. أوكي، في الوضع الصوت المنخفض والصوت المرتفع على الجنب هنا، فنقول الصوت المنخفض لأن إحنا في مكان عام. المهم نضغط، فهنا في يعني مثل إضاءة للجهاز، فإحنا لازم نغطيها تماما بالشيء الذي نريد أن نعرف ألوانه لونه. مثلا نمسك هاي ونحط إيدنا، طبعا نسمع اسم اللون، ولكن القراءة الأولى عادة ما تكون شديدة الدقة، نعتمد على القراءة الثانية فأكثر، لأن بعيد تكرار القراءة. انزين، مثلا نختار هذه الآن اللي على الطاولة، نضغط أحمر غامق، أحمر غامق، شوف أحمر غامق، تمام. فهذه تقريبا جهاز بكل طريقته، جهاز بسيط جدا، متوفر في السعودية، متوفر في أكثر من مكان. يعطيكم العافية، كنتم مع استعراض جديد لجهاز من أجهزة المكفوفين مع عالم كفيف تقني مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر.